أما بالنسبة لمواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، إن شاء الله غدا الاثنين تفتتح منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز. بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجيبشن ليج الاثنين. مصر المقصة يوم الاثنين إن شاء الله بداية المباريات، مصر المقصة أمام فيوتشر الساعة 5 مساء على استاد الأهلي والسلام. يوم الثلاث البنك الأهلي في إمبي الساعة 4:30 عصرا، سموحة وفاركو 4:30 عصرا أيضا، الأهلي وسيراميكا 4:30 عصرا. أما طلائع الجيش والإسماعيلي أيضا في تمام الساعة 6:30. بيراميدز والجونة 9:30، المحلة والاتحاد 9:30 أيضا، المقاولون العرب في المصري 9:30، إسترن في الزمالك 9:30. دي مواعيد مباريات الجولة الـ 34 جولة نهاية الدوري العام المصري.